كذلك بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 من يوليو. وخلال برقيته أكد وزير الدفاع أن ثورة 23 من يوليو شكلت بمبادئها وأهدافها إحدى أعظم حلقات النضال الوطنية، مضيفا أن الاحتفال بالمناسبة التي تتواكب مع الذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو تقف الأمة فيها عزيزة شامخة بوحدة شعبها ومؤسساتها وقيادتها الوطنية، وتؤسس لبناء دولة قوية معاصرة يحميها جيش رشيد. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة. وقد أصدر وزير الدفاع توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة. كما أصدر الفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة المشاركين بحفظ قوات السلام بنفس المناسبة.